واحد الاختراق احكيك واحد الحكايه. ايه احكي. دحمان الحراشي عرضوه يدير ساره في روبي. ايه وحسيت ما الى فين لوغيراسيون تري تري كارون براسيك شو ديك اكستراوردينير. قال لهم جيبوا لي دحمان هو يدير الليله هذه. وهذاك السيد اسموه موسكو. ايه هذيك هو القاوه قالوا له موسكو يعرفوه تما في 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 روبي موسكو. جا دحمان اللي فاني دحمان ذاك النهار جوسكا 3 دي ماتان ما غناش هذا مون فو. المعلم بقى خاطرو شويه قال لي كيفاش جا دحمان جلي راه ميت بارون ما حبش يغني واش درت له زعف. موسكو زعف اما الناس كاع راحوا لحمان قال دحمان علاش ما تغنيش قال لهم اخويا ندير لي الحبه كارطوني حبيتو استعمروني ولا اما يغنيو الناس حبابي قالوا لنا حبينا نسمعوك انت اخويا هكذاك جوسكا الدوزور ولا دوزور ديما ما غناش ما نطقش. اما لا الحصون زعف قالوا جيب هذاك الميكرو انا يحكم الميكرو حكم المونضول لي زاني 60 لي زاني. الناس كي شافوا دحمان راه يقرب الميكرو سكتوا كاع الناس طول المون سيتي سيتي لو سيلونس ريليجيو. قالوا في الميكرو حل الميكرو يعني اون بيل سونور. قالوا يافي اون بون كاليتي دو سون. قالوا اسمع يا موسكو. قالوا نعم الشيخ دحمان. قالوا نو. قالوا درك واشنطن يهضر معاك. كان عنده السونس دي مو مال دحمان. جو كوا كي دون الميليو ارتستيك الجزائريان الهوم كي بلوس دي مور سور لا تير سي دحمان حراش. اه وي اه وي لا بوكو دي مو. لا بوكو دي مو. اه وي وي. سي بيان بو ان ارتست سي تري بيان. سا سا كومبليمونت. راحوا خدموا في لا سويس مع لا ميكال دي الجزائريان. خدموا من بعد دحمان ما عجبوش شحال جامل تما. عيا كره جا جا باري. راح لوري دو بوكور في الوقت باش يخلصوه. وصلت تما قال له واش بغيت؟ قال له جيت خلصوني. قال له شكون انت؟ قال له دحمان الحراشي. قال له انت هو اللي ديزيرتي تمليه من لاسويس. قال له واش حسب انت راهي جاري انا انا طبعا. هذو اللي مور دحمان هذو اللي مور دحمان يعرف يجاوب يعرف يهضر. هو باوي المعاني تاع الغنى تاعو ديجا معاني كبار. سي تندوي محمود في باريفي اللي دوي اللي قاعد بين رينو رينو ما يهضرش بصح كيهضر في الصواب. اه عليك الهنا والضمان. وانت وانت حميد وي خويا وانت عندك سونس دي مور. والله كاين بيان سور جي با لي مور تاع دحمان الحراشي مي كاين كان من خيرات الله ساعات ساعات. قال كي تحكموا توالي احنا ومكتب في الزوالي. فهم فهم اعطينا المعاني فهمنا في المعاني. اي ساعات كي نكسروا كذا كاين كي نكسروا ولا كي كاين كاين نحكي لكم هذه الحكايه. وي واحد الخطرة كان واحد السيد حب يروح للبلاد عيا هنا في فرنسا مسكين ما ربحش. قال كل نروح للبلاد نزوج ندير دار بالك رب العالمين يفرج عليا. بالك راح له اسمه لاجونس. راح لاجونس قال لها مدام دوني مون بي بور الي دون مون بي. قالت له فولي ان بي الي روتور لي سام. قال دوني مون بي الي روتور. خلص البي الي روتور جابو. وصل واني دور مضرب هذاك من دور القوالب من دور. قال له يا الصغار دورني راه البلاد عيط من فرنسا هذه ما ربحتش عليها نروح البلاد عندي بلاد وانا ضايع انا وعلى الناس كاع قالوا روح الله يسهل ان شاء الله ربي يحل عليك بيبان وتزوج ودير دارك انت كي الناس. ايوا لقى الاخر بقى قال لهم بصح كانت مشكله واحده. قال له خير ان شاء الله. قال له مرني كلحت هذيك القاوريه شريت لي روتور بصح والله ما نزيد نرجعها. هذا الناس اللي يخموا ديفيرامون. هو قال لهم القاوريه اللي كان يخلص لي طول بصح الله ما زيد تشوفني هنا.